بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن النتائج والتوصيات في الحجامة. أول واحد، الحجامة هو علاج مجاني وسليم ولها العديد من الفوائد الطبية. اثنين، الحجامة هي عملية صيانية دورية للدم مما يؤدي إلى تنشيط خلايا الدم وإزالة السموم المتراكمة وبالتالي تقوية النظام المناعي. ثلاثة، العلاج المتعدد باستخدام الحجامة وتلاوة آيات من القرآن وأيضا من العسل. أكل العسل يمكن أن يكون وسيلة فعالة جدا لعلاج الكثير من الأمراض المستعصية مثل السرطان والإيدز والالتهابات المزمنة وحتى الأمراض النفسية مثل الانفصام. أربعة، ينبغي إقامة مركز عالمي للحجامة يختص بإجراء دراسات وأبحاث علمية عن فوائد الحجامة في علاج الأمراض التي لم يتم التطرق إليها، كذلك وضع أساس علمي صحيح لعلاج الحجامة حيث يصح في هذا العلم يعني يكون مقبول عالميا. خامسة، إعداد مرجع علمي من موسوعة الحجامة كعلاج ودواء بحيث كل التجارب والأبحاث والنتائج حول هذا العلاج الفعال الأمراض والله أعلم تكتب وتدون وتجهز وتطبع والله أعلم.